السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من المشهد السوداني، والتي نسلط الضوء من خلاله على تعقيدات المشهد السياسي، ونبحث مع ضيوفنا كيفية انتشال بلادنا من براثن الأزمات التي تمسك بتلابيب الوطن والمواطن. فأهلا بكم. عنوان حلقة اليوم هو الاتفاق الإطاري، هل هو تعثر أم لن يتم؟ نحاول الإجابة خلال هذه الحلقة على هذا التساؤل، ونناقش أيضا آخر مستجدات الأزمة السياسية واستمرار التظاهرات، نحلل جانب من زيارة حميدتي إلى جوبا ودلالاتها في المشهد السياسي، وأخيرا نناقش الوضع الأمني وردود الأفعال حول أحداث منطقة بليل. أهلا بكم. وللمناقشة يسعدنا أن ينضم إلينا داخل الأستوديو الأستاذ صادق الرزاقي، رئيس اتحاد الصحفيين السودانيين. مرحبا بك أستاذ صادق. عليكم السلام ورحمة الله، وتحياتي للسادة المشاهدين. نعم أستاذ صادق، يعني إلى متى تظل هذه الأزمة تمسك بتلابيب الوطن والناس، يعني إلى متى؟ طبعا لأن السودان طبعا في حالة انحدار، يعني الممارسة السياسية أو السياسة بالكامل غائبة، ولا توجد دولة الآن في السودان بمعنى دولة، إضافة إن الحركة السياسية في السودان تراجعت إلى الوراء، ويعني لا يمكن أن تطلق على ما يسمى الآن أنه هنالك حركة سياسية فاعلة. والسودان كذلك يعني يتعرض لأبشع أنواع الوصاية والإملاء والاختراق الخارجي، فلذلك يعني لاعبين اللعبة الآن في الساحة السياسية كلهم إما عملاء أو وطنيون مقبوعون داخل السودان. نعم، لدينا يعني الإخوة في الكنترول جهزوا لنا فيديو للسيد ريح محمد الصادق، عضو قاعة المجلس المركزي، يتحدث للقناة العربية عن الاتفاق الإطاري. نعم، نشاهد ماذا أمام الاتفاق النهائي بين المكون العسكري والجانب المدني. هي النقاشات الطويلة والمستمرة داخل المكونات المدنية حول القضايا التي تم ذكرها آنفا، التي هي متعلقة بالسلام وبالعدالة الانتقالية والعدالة وإصلاح الأمني والعسكري وإصلاح المنظومة الأمنية والعسكرية، وكذلك إصلاح المنظومة القضائية والعدلية. اتخذت حيزا في أن كيف نصل فيها لرأي موحد ومشترك أيضا. والآن القوى المدنية والأطراف الموقعين على الاتفاق الإطاري بصدد عقد ورش تبدأ من 4 يناير تنتهي في 17، الوصول إلى الخلاصة النهائية لهذه النقاشات والاتفاق حول هذه القضايا وتضمينها داخل الوثيقة الدستورية، ويصبح بعد ذلك التوقيع على الاتفاق النهائي مسألة زمن بسيط جدا ولا أكثر. يعني السيد الريح يتحدث أن مسألة التوقيع مسألة زمن، وأنهم الآن يناقشون قضايا مهمة في إصلاح الأجهزة العدلية والأمنية والعسكرية. طبعا هذا كله حديث سابق لأوانه. المعضلة الآن هي نفسها في الاتفاق الإطاري، هل الاتفاق الإطاري سيصمد سيبقى أم لا؟ كل المؤشرات تشير أن الاتفاق الإطاري المختلف حوله الآن يعني يعيش حالة موت سريري الآن، لأن حديث البرهان الأخير رهن أن توافق القوى السياسية كلها أو القوى المدنية على اتفاق يجمع كل الأطراف، يحدد أن الجميع وراء هذا الاتفاق، لا يمكن للقوات المسلحة أن تمضي فيه. كذلك حديث رئيس أركان الجيش. القوى السياسية برمتها الآن يعني إلا القليل منهم الذين وقعوا ضد هذا الاتفاق. موقعوا الاتفاق نفسهم الآن توجد تناقضات كثيرة، تناقضات في التصريحات، تناقضات في المواقف، هنالك اختلافات كبيرة بينهم حول مجمل الاتفاق وحول الاتفاق، من الذي يحق له التوقيع ومن الذي لا يحق له، هل هو مغلق هل هو مفتوح. ولاحظ السجالات التي تمت خلال الأيام الماضية وتدخلات حزب الأمة بالحديث أن هذا الاتفاق مفتوح، بينما تصر بعض الأطراف النكرات داخل قاعة المجلس المركزي أن الاتفاق غير مفتوح. فلذلك هذا الجدل الموجود، بالإضافة إلى تصريحات عراب هذا الاتفاق فولكر نفسه الذي أشار إلى أن الذين وقعوا الاتفاق يعني لا يحظون بتأييد الشارع. فلذلك انا اعتقد ان يعني هذه محاوله للتضليل ايضا من المجلس المركزي، بان هنالك صيروره لهذا الاتفاق وان هنالك ورش ستعقد، وهذا هو بيع الوهم للراي العام. انا اعتقد ان هذه الامور لن تتم بهذه الكيفيه، ما لم يتم الاتفاق نفسه على الاتفاق الاطاري نفسه
وما لم يتم التوقيع عليه من القوى السياسية ذات الوزن والتي تستطيع أن تحدث الفرق في الممارسة السياسية وأن تكون شريك للمؤسسة العسكرية حتى تمضي في سبيل تأسيس السلطة المدنية التي يريدون. لا يمكن لهذا الاتفاق أن يمضي إلى الأمام. المؤشر الآخر أن القوى السياسية نفسها الموقعة على هذا الاتفاق بعضها يعيش حالة تشظي حادة كالذي يحصل في المؤتمر السوداني وهو لاعب أساسي ضمن قحط المجلس المركزي. كذلك هنالك نذر لخلافات تدور الآن داخل حزب الأمة وهنالك تراشغات بالألفاظ أيضا هنا وهناك تظهر. وأنا أعتقد أن العسكريين الذين يراقبون الموقف كما قال رئيس الأركان سئموا من هذا النوع من التعاطي السياسي مع قضايا البلاد. فلذلك لا أعتقد أن هذا الاتفاق سيمضي إلى نهاياته كما يزعم هؤلاء الذين يتحدثون باسم قاعدة المجلس المركزي. فلذلك كل هذه الأمور لا أعتقد أنها ستحقق للذين يرغبون في العودة إلى كراسي السلطة رغباتهم مرة أخرى. فلا أمل، أنا أعتقد أنه لا أمل في الوصول إلى اتفاق نهائي وتوقيع وثيقة نهائية في غضون الأسابيع أو الأيام القادمة التي حددها المتحدث باسم قحط. نعم أستاذ صادق، يعني الحرية والتغيير المجلس المركزي أيضا أعلنت أنها يعني بصدد زيارات وصفت من البعض بأنها معكوكية في شهر يناير القادم ده هيمشوا قالوا للسعودية والإمارات وتشاد وجنوب السودان وإثيوبيا لإنعاش هذا الاتفاق. طبعا تتوقع طبعا هذا هو أن تنتج يعني هذه الزيارات طبعا هذا هو الخطأ بعينه. يعني هي قضية الاتفاق الإطاري قضية برغم أن الاتفاق الإطاري كله مصنوع من الخارج، لكن الآن الأزمة أزمة داخلية بين السودانيين أنفسهم. يعني الخلافات الآن ليست خلافات متعلقة بدول الجوار وليس لدول الجوار الآن حول السودان، خاصة مصر أو إثيوبيا أو جنوب السودان تدخل مباشرة. المعروف أن الرباعية ثم الثلاثية التي يعني أعدت هذا الاتفاق وهي التي صنعت هذا وهي التي جمعت هذا الشتيت. فلذلك يعني ما الذي تفيد زيارة السعودية مثلا في التحول المدني الديمقراطي أو زيارة الخليج أو زيارة مصر أو أي، يعني هذه الأمور هي محل خلاف بين السودانيين وحلها يكمن في حوار غير مشروط بين كل السودانيين، حوار مفتوح لكل السودانيين دون أن تحدد يعني محاور لهذا الحوار، سواء كان وصيغة ما يسمى بتيسيرية المحامين التي حلت أو الاتفاق الإطاري نفسه. يجب أن يبدأ حوار سوداني سوداني حول مختلف القضايا دون أن تكون هنالك موجهات، دون أن تكون هنالك أشراط. فلذلك زيارة أي من هذه البلدان يعني لا تؤثر في النتيجة أبدا يعني. وأنا أعتقد إنه الحكمة إذا كانت قحط المجلس تريد فلتحاور السودانيين، فلتحاور حلفائهم في الداخل يعني شركاء السلام في قحط الكتلة الديمقراطية أو في المجموعات الأخرى الموجودة في الساحة السياسية. فلذلك هذه هي الأزمة. الأزمة ليست بالنسبة لهم ليست في الخارج، ليست في زيارات الخارج، الأزمة في التواصل مع الداخل. نعم أستاذ صادق، أيضا يعني هنالك تصريح لنائب رئيس هيئة الأركان تدريب تحدث اليوم يعني الفريق ركن عبد المحمود حماد خلال تخريج دورة يعني للقيادة المشتركة بحضور السيد عبد الفتاح البرهان القائد العام ووزير الدفاع، تحدث أن الجيش يتطلع لتجاوز التحديات الماثلة. كيف يمكن للجيش أن يتجاوز هذه التحديات؟ لا طبعا العسكريين كمكون عسكري كانوا واضحين جدا، أو القوات المسلحة الآن يعني فندع المكون العسكري بهذا اللفظ المعمى. والقوات المسلحة الآن أكثر من مرة أشارت إلى أنها يعني ترغب في الخروج من العملية السياسية، ولكن في ذات الوقت في خطاب برهان الأخير هناك إشارات واضحة أنهم يتابعون الذي يجري وستتدخلون في الوقت المناسب إذا تعرضت البلاد لمخاطر تهدد بانهيار البلاد أو تهدد بالأمن الوطني أو تهدد الأمن الوطني نفسه. وأنا أعتقد أن الرأي العام داخل القوات المسلحة وأنا متأكد من هذه الأمور أنه ليس مع هذا الاتفاق بهذه الكيفية وليس مع شريحة ضئيلة صغيرة لا تسوى شيئا من الشعب السوداني يمكن أن توقع اتفاق ثم تسلم السلطة. القوات المسلحة تنظر إلى الأخطار،
تنظر إلى ما يحيق بالبلاد أو ما يحدق بالبلاد من مهددات، وهي تنتظر اللحظة المناسبة. إذا توافق السودانيون خاصة القوى السياسية سواء كان الموقع على الاتفاق والآخرين كلهم اتفقوا على مخرج من الأزمة السياسية، في هذه اللحظة ستخرج القوات المسلحة من العملية السياسية وتسلم السلطة في الفترة الانتقالية إلى حكومة مدنية. أما إذا لم يتم ذلك فأنا أعتقد أن القوات المسلحة ستستمر في السلطة وستعلن أو سيعلن عبد الفتاح البرهان عن انتخابات مبكرة، ويجب أن يفي بوعده أنه في حال يعني إجراء الانتخابات سيسلم السلطة إلى حكومة منتخبة، والقوات المسلحة ستكون في تلك اللحظة خاضعة للحكومة المنتخبة. نعم. هذا ما وعد به الجيش، وأنا أعتقد أن صوت الجيش الآن هو صوت واحد، لأن الرأي العام داخل الجيش الآن يقول هذا الرأي. لا القائد العام ولا أحد آخر داخل الجيش يمكن أن يمضي عكس التيار العام داخل الجيش وعكس تيار الرأي العام داخل الجيش. نعم. أيضا لدينا يعني كليب للسيد صديق يوسف عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي، تحدث اليوم في مبتدى كوباية شاي عن التي تقيمه صحيفة التيار، معلوم لديكم، تحدث عن الإضراب السياسي والعصيان المدني. تعالى نشاهد ماذا قال في هذا الاتجاه. رأينا ده يعتمد أنه نجمع كل القوى البتاع، ونحن طارحين الطريق لإسقاط هذا النظام في قضيتين أو حاجتين أساسيات، أن نهدف لعصيان مدني وإطراف سياسي عام. فيبقى كل القوى المعارضة لهذا النظام تتوحد حول كيف نحضر للإضراب السياسي والعصيان المدني على نطاق السودان. خلينا نتم كلامي كله أحسن مرة واحدة، عشان نتم ده عايزين نسقط هذا النظام، قلنا نحضر لإضراب سياسي وعصيان مدني، لكن في نفس الوقت نفكر في أنه ماذا يحدث بعد إسقاط هذا النظام عشان ما نخش في التجربة مرة أخرى بعد انتصارنا في 11 أبريل 2019. عشان كده لابد من الاتفاق حول الخطوات والبرنامج الأساسية نعملها وننفذها مع بعد إسقاط هذا النظام، سواء كان في العملية بتاعت الديمقراطية، في الاقتصاد، في العلاقات الخارجية، في كل القضايا بيتم البلد برنامج متكامل للبلد نتفق حوله. الشيء الثالث أنه نتفق على من ينفذ هذا البرنامج وكيف نضع الآليات الشكل بتاعت الدولة كده، التنظيمات المختلفة اللي بتنفذ البرنامج. والشيء الرابع كيف نكون جهة تحاسب هذا وتراجع تنفيذ هذا البرنامج، ويكون عندها السلطة لتغيير الناس اللي عينتهم لتنفيذ البرنامج زي ما نفذوه. أنا أفتكر دي القضايا الأربعة الأساسية المواجهة الآن. نعم. الأستاذ صديق يتحدث عن هذه القضايا وقالوا ما دايرين تاني زي المرة اللي فاتت، أسقطوا النظام في 11 أبريل، بعدين جاء حصل ليون الذي وصفه هو الآن. هل تتوقع أن ينجح أو تنجح هذه الإضرابات السياسية؟ طبعا أولا نشوف الحزب الشيوعي طبعا يعيش خارج الزمن ولا زال يعيش في الماضي، يعني نفس أدبيات الحزب الشيوعي قبل 60 سنة أو أكثر، يعني هذه هي لغة الحزب الشيوعي. الحزب الشيوعي الآن اعتمد مسألة الحل الجذري أن يسقط الموجودين كلهم سواء كان عسكريين أو مدنيين، ثم يقيم السلطة التي يريد. وطبعا يعني يتحدث الحزب الشيوعي بهذه الأحلام وهذا الشيء المسرف، يعني إسراف في الأوهام، أنهم يستطيعوا أن يقيموا سلطة جديدة على أنقاض هذه السلطة. ولا يعلم الحزب الشيوعي أنه يعني الدولة السودانية الآن على حافة الانهيار، وليس لدى الحزب الشيوعي أي تصور في كيفية إسقاط السلطة وتكوين سلطة جديدة، ومن الذي يكون، وما هو دور المؤسسات النظام، مؤسسات الدولة القائمة سواء كانت القوات النظامية سواء كانت الأجهزة العدلية وغيرها. فقط يتحدث عن أنهم سيضغطوا النظام القائم ثم يقيموا سلطة جديدة. أما الحديث والإشارة إلى حدث في 11 أبريل طبعا يعني من الخطر، ودي المشكلة الواقع فيها يعني ما تسمى بالأحزاب، أحزاب قحطة والقوى المدنية، هم يظنون أنهم الذين أسقطوا الإنغاز. الإنغاز طبعا لم تسقط إلا بالخيانة التي تمت من اللجنة الأمنية التي خانت الرئيس البشير، وهي التي
يعني نفذت انقلاب ضد، لولا هذا الانقلاب الذي تم ضد البشير لكان البشير لا ذا الحاكم وكانت الانغاز موجوده، لان تلك التظاهرات لم تكن لتصغط وكانت قادره انغاز انها تواجه تلك التظاهرات وذاك الاعتصام. فلذلك هم لا زالوا يعيشون في هذا الوهم. اين لصديق يوسف نفس اللجنه الامنيه التي ستخون قياداته ثم تنقلب عليه، يعني الا اذا كانوا يفكر في انقلاب جديد. وما هي الادوات التي يتخذها الان حزب، يعني العصيان المدني والتحرك الشعبي والحراك الشعبي الحزب الشيوعي ليست لديه هذه القاعده الشعبيه الكبيره التي يستطيع بها ان يضغط السلطه الحاليه، وليست لديه ايضا يعني الان تحالفات شعبيه ذات طبيعه شعبيه، تحالفات سياسيه يستطيع ان يعبي الشارع، يستطيع ان يقود حركه جماهيريه ضخمه تضغط النظام الراهن. فلذلك صديق يوسف الآن يتحدث بلغة الحزب الشيوعي التي عفى عنها الزمن، هي لغة قديمة، لغة بالية لا تصلح الآن في التعاطي. الحزب الشيوعي إذا كان يعارض الاتفاق الإطاري ويعارض القوى السياسية ويعارض العسكري يقف وحده في الساحة. معروف أن الحزب الشيوعي لا يعني ليس بذاك الوزن الذي يستطيع فيه أن يقود عملا سواء كان جماهيري او عمل من اي نوع اخر يستطيع به ان يسقط السلطه الحاليه. نعم صديقي، لكن الان هنالك اضرابات حقيقيه في الارض، يعني هنالك اليوم هنالك تهديد بالاضراب في مستشفى البحر الاحمر وقبلها في الجزيره وفي الخرطوم وفي عدد من طبعا المناطق. شوف يعني الاضرابات مما قمنا في السودان، الاضرابات بتحدث لكن عمرها ما اسقطت نظام، ممكن اي اضراب يعطل دولب العمل. وهي اضرابات مش اضرابات شامله، يعني الان ما في قوه تستطيع ان تعلن اضراب شامل في كل القطاعات الحكوميه او كل القطاعات المهنيه. فجربت هذه الامور، ممكن يكون هنالك اضراب في قطاع من القطاعات، يمكن ان يكون هنالك اضراب في مؤسسه من المؤسسات، لكن هذا النوع من العمل لن يصمد طويلا ولن يستمر. اصلا الدولة القائمة الان وللاسف انه يعني تركت مصالح المواطنين من فترة طويلة، يعني الدولة الحالية الموجودة لا علاقة لها بالمواطن ولا بالخدمات ولا بالتعليم ولا باي يعني خدمة حقيقية تقدم للمواطن ولا باي واجبات فعلية للدولة السودانية. الان شوف الولايات، شوف الحروبات الأهلية، شوف القتل الموجود في الولايات، شوف الإهمال المتعمد لمصالح المواطنين، شوف الخدمات التي تردد، شوف الخدمة المدنية التي انهارت تماما في السودان، لا وجود للدولة. والمواطنين الآن حالة التردي الأمني والسياسي والخدمي، المواطنين الآن زهدوا حتى في يعني واجب الدولة الحقيقي الذي يجب أن تقوم به تجاههم. الآن شوف المواطن عمل استطلاع في الشارع في أي مكان من الأمكنة، يعني المواطن الآن يعني يفكر بطريقة مختلفة، يعني الفوضى في الأسواق، الفوضى، الغلاء الطاحن، كلها لأن الدولة تخلت عن دورها. يعني أنا لما أضرب مثل بما يحدث الآن من صراعات قبلية في دارفور، الآن المواطنين تجاوزوا الدولة، القبائل في السودان تجاوزت الدولة. إذا كان كل قبيلة الآن بدأت تتسلح، بدأت تقتني السلاح، الآن أي 2-3 ممكن يتجمعوا يعلنوا لهم تنظيم عسكري، يعلنوا لهم قوات، يعني حالة الفوضى الضاربة بأطنابها في السودان زهدت المواطنين السودانيين في الدولة نفسها. فلذلك سواء كانوا أعلن إضرابات أو لم تعلن، يعني النتيجة واحدة. يعني شوف المدارس، يعني من 2019 شوف التعليم متعطل ليه وكم من الوقت، يعني هل انتظم التعليم بشكل جيد طيلة السنوات؟ هل انتظمت الجامعات بشكل جيد؟ يعني إذا تلقى في تكدس لسنة واحدة في يعني في جامعة، تلقى أربعة سنة أولى، يعني أربعة دفعات في السنة الأولى، وتلقى أربع دفعات ولا دفعتين في السنة، يعني هذا هو حال البلد. فأي ضربات ستزيد ستعمق فقط من جراح المواطنين وتزيد شقاء المواطنين، لكن لا تؤثر في الدولة، لأن الذين يمسكون بالسلطة الآن والذين يعني يلهثون الآن وراء السلطة في قاعدة المجلس المركزي لا تهمهم ذلك، يهمهم أن يجلسوا في السلطة وأن يجلسوا على أنقاض هذا الوطن دون أن تكون لهم يعني أدوار حقيقية أو رغبة
في تغيير حال البلد. تجربة حكومتي حمدوكا سابقتين وثم التجربة الحالية كشفت بجلاء أنه لا توجد الآن سلطة في البلاد، ولا توجد يعني رغبة لدى الحاكمين الآن في أن يغيروا هذا الواقع، ولا في أن يجدوا حلول لهذه المشكلات، لأن الأزمة السياسية الآن أزمة حول السلطة. لا أحد الآن يتحدث عن مصالح المواطنين، لا أحد يتحدث عن حالة الاقتصاد، لا أحد يتحدث عن حالة القلاء وحالة الضنك التي يعيشها المواطن. كل الهدف الآن هو من الذي يوقع الاتفاق الإطاري، من الذي يوقع، من الذي يكون في السلطة، من الذي يكون في الخارج، هذا هو الهم. فلذلك النخب السياسية الموجودة الآن في البلاد وحكام الضرورة الذين يحكمون الآن باسم المؤسسة العسكرية والقوات النظامية، يعني المواطن الآن ضرب صفحا عنه وأعطاهم ظهره، ولا توجد الآن أي اهتمام. يعني أنا ألاحظ الحركة السياسية هنالك عزوف وانصراف بالكامل عن الاهتمام بالسياسة والاهتمام بالعمل السياسي. فلذلك نخرت بعض الظواهر الاجتماعية السالبة في الجسد السوداني. هنالك عدم مسؤولية جعلت السودانيين الآن يكابدون من أجل العيش فقط. والآن الشباب السوداني إما يعني نهشته المخدرات أو الانصراف إلى قضايا يعني موغلة في الانصرافية. فلذلك ضاعت البلاد. فلا يهم الآن أن هنالك إضراب أو هنالك مجموعة سرقت اسم العاملين تعلن عن توقف عن العمل أو ذلك. الدولة الآن دولة كسيحة، دولة مقعدة لا تستطيع أن تقدم شيئا، ويعني المنطورة ما بتبالي من الرش. نعم، خلينا ننتقل إلى المحور الثاني. وفعلا والله المنطورة ما بتبالي من الرش، وربنا يرحم شاعرنا أبو قطاطي. السيد حميدتي عاد من بعد زيارته لدولة جنوب السودان، عاد إلى مطار الخرطوم، وكانت لديه هذه التصريحات التي يعني للتو يعني منذ قليل. دعنا نشاهد ماذا قال عن هذه الزيارة. أول حاجة، الغرض من الزيارة هي زيارة روتينية طبعا، وزيارة هي لدعم السلام في الدولتين وأمن الحدود، وهي زيارة من شق أشق أمن وشق دعم للسلام. فناقشنا في الزيارة دي في الاجتماع المغلق مع السيد الرئيس عدة قضايا، من ضمنها القضايا برضو اللي يعني القضايا بتاعت السلام في الدولتين في تنفيذ اتفاق سلام جوبا، وبرضو تنفيذ اتفاق سلام جوبا للسودان وتنفيذ اتفاق سلام جوبا، وهو برضو يعني منزعج يعني من الأحداث تاعتنا عالي النيل، وبرضو تكلم فيها يعني وهو جادي في كل في الحتتين السلامين، هو جادي أنه ينفذ الاتفاق في جنوب السودان وحلحل كل المشاكل العالقة بين الأشقاء هناك، وبرضو كمان هو مهتم بتنفيذ اتفاق سلام جوبا للسودان. ايضا ناقشنا برضو القضايا بتاعت ودي مهتم بها برضو جدا، حكايه برضو القضايا الاقتصاديه وخاصه المينا. هم طبعا انتم عارفين هم مربوطين معانا بالبترول، وعندهم المواد تحت التشغيل بتجي ببورسودان، وهم مطالبين اصلا من زمن طويل، يمكن ما ادينهم ارض في او مينا في بورسودان، وعند الان الحكايه دي ما تم جاء او ما تم استلامه، ولكن هم مهتمين في الحته دي وبطالبوا انه التسهيل المواد، لان انتم عارفين ان البترول ده شغال بمواد يعني ما بتتحمل التاخير. فنحن وعدنا انه لازم نزلل كل الصعاب في الحته دي، وطبعا الدولتين هي مستفيده من الـ الشيء تم. فزيارة بالنسبة لنا الحمد لله زيارة ناجحة. بعد ذلك طوال انتقلنا للاجتماع الرسمي مع الأجهزة الرسمية بين الدولتين، والاجتماع الحمد لله يعني استغرق عدة ساعات، ولكن احنا معتبرين اجتماع ناجح. ناقشنا فوقه كل قضايانا المشتركة، القضايا الأمنية، قضايا المتفلتين في الحدود، قضايا الموقعين الغير موقعين.
نعم استاذ صادق يعني السيد نائب رئيس مجلس السيادة عاد من جوبا ويتحدث ان هذه الزياره كانت روتينيه والغرض الاساسي منها هو متابعه تنفيذ الاتفاقات الموقعه ان كانت تخص جنوب السودان للقوى السياسيه داخل جنوب السودان او الاتفاقيه التي تعنى بالسودان وان الرئيس الفكير كان حريص على الحديث حول موضوع الموضوع الاقتصادي والميناء وان ذلك الامر يؤثر على البلدين. كيف تقرا هذه الزياره؟ طبعا شوف الزياره في طبيعتها زياره ليها علاقه بما يدور في البلدين الان في السودان في السودان توجد ازمه كبيره الازمه المتعلقه بالاتفاق الاطاري اتفاق جوبا للسلام الذي تحاول مجموعه الاتفاق الاطاري الغاء هذا الاتفاق عدم توقيع اهم مكونين في هذا الاتفاق هو حركه العدل والمساواه وحركه تحرير السودان بقياده مني أركو مناوي ويوجد صدى كبير جدا في لعدم توقيع هاتين الحركتين على هذا الاتفاق وتوجد مجموعات اخرى طبعا مواقع على هذا الاتفاق وتوجد مخاطر من إلقاء هذا الاتفاق لأن هذا الاتفاق سيعود السودان إلى المربع الأول مربع الحرب لأنه الذين مع الاتفاق الهادي الريس والحجر ما عندهم قيمة ولا عندهم وزن ولا عندهم قوات ولا عندهم يعني تأثير على الحركتين الرئيسيتين هي الحركتين اللتين لم توقعها. طيب كذلك جنوب السودان الآن إضافة للأزمة الناتجة عن بعض الخلافات وبعض الصراعات الموجودة في عالي النيل بين فصائل مختلفة وفصائل كان موقع على اتفاق السلام في جنوب السودان والكان طبعا تحت رعاية السودان والآن توجد بوادر نزاع حقيقي في جنوب السودان لخلافة سلفاكير لأنه الجميع الآن يشعر بالحالة الصحية لسلفاكير ويشعر أن سلفاكير مهما كان لن يدوم طويلا في السلطة الأوضاع في جنوب السودان بالغة الهشاشة والأحداث التي جرت خلال الأيام الفائتة في عالي النيل من صراعات دامية ويعني عدد كبير من الضحايا توجد حالات لجوء كبيرة وحالات نزوح إلى داخل جنوب السودان ولجوء إلى مناطق النيل الأبيض وجزء من مناطق جنوب كردفان دي كلها مشكلات كبيرة تهدد السلام بين البلدين فأنا أعتقد طبيعة الزيارة وطبيعة الزائرين يعني نائب رئيس مجلس السيادة ووفده طبيعة أمنية استخبارية لمعالجة القضايا هنا وهناك وتبادل المعلومات يعني جوبا أوفدت تدقل قبل أيام كان في خرطوم والآن نائب رئيس مجلس السيادة في جوبا فواضح أنه هذه الظروف التي تقتني في أوضاع البلدين ظروف قد تهدد كلا النظامين الموجودات جوبا تستنجد بالخرطوم حتى يعني تخفف من مترتبات الوضع في حال تأزم الوضع الصحي لسلفاكير أو بدأت بعض الأطراف الطامعة في خلافة سلفاكير تتحرك أو بدأت لأنه صراع دائما في جنوب السودان لأنه طبيعة الاصطفاف الغبلي في جنوب السودان حيجعل من الصراع صراع عنيف بالتأكيد وهذا الصراع إذا بدأ سيهدد جنوب السودان وستنقسم البلاد على مستوى رأسي وليست على مستوى أفقي فقط على مستوى رأسي وجيش الشعب نفسه حينشق إلى عدة مجموعات فلذلك توجد مشكلة السودان الآن إذا لم توقع حركتي العدل والمساواة وحركة مني أركو مناوي هذا سيحكم على الاتفاق الإطاري الذي نشط فيه نائب رئيس المجلس السيادي بقوة سيفشل هذا وحيكون فشل سياسي كبير فربما هنالك محاولة من الخرطوم الرسمية للاستنجاد بجوبة حتى تضغط على هاتين الحركتين أو تساعد وتحث هاتين الحركتين على التوقيع ودي أزمة كبيرة جدا الآن تدور في البلاد هذه حاجة لكن أما القضايا الاقتصادية وفتح المعابر فدي قضايا يعني زي ما ذكر نائب رئيس مجلس هذه قضايا روتينية ونقاش قديم ونقاش حول الميناء نقاش قديم النقاش حول الحديث عن الإقامات التأشيرات الإقامة دي كلها قضايا قديمة هي الآن ليست شواغل جنوب السودان ولا من شواغل الخرطوم الآن. أستاذ صادق أستاذنك يعني معي عبر الهاتف الدكتور محمد ترشين المحلل السياسي. سيد ترشين والحاجة مرحبا بك في المشهد السوداني. سيد ترشين يعني اليوم عاد السيد نائب رئيس مجلس السيادة من زيارة لدولة جنوب السودان وتحدث أن الزيارة كانت روتينية عادية.
كان القرض الأساسي منها هو متابعة بعض القضايا المتعلقة بسلام السودان أو سلام جوبا. أنت كيف تقرأ هذا الاتفاق أو هذه الزيارة عفوا؟ دكتور تورشين هل تسمعونا؟ دكتور تورشين؟ يبدو أن هنالك مشكلة في التواصل مع الدكتور تورشين، أرجو من الإخوة في الكنترول أن يزعفونا به إثناء هذا الحديث. البعض سيد الصادق يتحدث صراحة أن القرض الأساسي من زيارة هذه الزيارة لنائب رئيس مجلس السيادة هي إنعاش هذا الاتفاق الإطاري بأن تتدخل جوبا في إقناع عبد العزيز الحلو أو عبد الواحد. لا طبعا موضوع عبد العزيز الحلو وعبد الواحد محمود الموضوع بعيد الآن. يعني الأمم المتحدة، الأمريكان حاولوا، يعني عدة أطراف دولية قوية حاولت يعني، ولا توجد أي مؤشرات إنه هاتين الحركتين سنتي لهذه النقطة في صدد التوقيع. تحسن الاتصال مع الدكتور تورشين. دكتور تورشين مرحبا بك مجددا. اليوم عاد السيد نائب رئيس مجلس السيادة من زيارة إلى عاصمة جنوب السودان جوبا، والتقى فيها بعدد من المسؤولين أبرزهم الرئيس سلفا كير مياردات، وقال أنه يعني هذه الزيارة روتينية من أجل متابعة بعض القضايا. كيف تقرأ هذه الزيارة؟ ألو ألو أستاذ تورشين هل تسمعني؟ أسمع جيدا ماجد، تحية لك ولكل السادة المشاهدين الكرام. أهلا وسهلا. يعني عاد النائب رئيس مجلس السيادة من جنوب السودان، كيف تقرأ هذه الزيارة؟ في البدء تحية لك ولكل السادة المشاهدين الكرام. هي زيارة تأتي في إطار محاولة محمد حمدان دقلو والمؤسسة العسكرية بشكل عام إن تجد مقاربة وتعيد هندسة المشهد السياسي بشكل أو بآخر. ريثما يعني يتحقق ذلك، فأنا في تقديري جوبا ستظل محطة رئيسية في ذلك لعدة اعتبارات. الاعتبار الأول بأنها هي الوسيط الفاعل الذي يحتضن مفاوضات السلام منذ البدء حتى توقيع اتفاق السلام. فضلا عن ذلك جوبا في مرحلة من المراحل هي احتضنت كل الحركات ووفرت لها الدعم السياسي واللوجستي وما إلى ذلك. فأنا في تقديري الزيارة تأتي من خلال محاولة الضغط على الحركات التي رفضت التوقيع على الاتفاق الإطاري، ممثلة في حركة العدل والمساواة السودانية وكذلك في حركة جيش تحرير السودان بقيادة مناوي وبعض الفصائل الأخرى، لا سيما تمازج وآخرون. فبالتالي ربما يزعى محمد حمدان للتواصل مع الجهات المعنية النافذة في جوبا حتى تعمل بشكل أو بآخر بالتأثير والضغط على المجموعات التي رفضت التوقيع. وأنا في تقدير هذه الخطوة لن تأتي بجديد، لأن حسب المعلومات التي أتحصل عليها من حين إلى آخر من حسب مصادر موثوقة، الضغوط على المجموعات التي رفضت التوقيع كانت ضغوط كبيرة، سواء كان من الإدارة الأمريكية أو من بعض الدول الفاعلة دول الترايكة، لكن أصروا في موقفهم وهو رفض التوقيع على الاتفاق الإطاري. وبالتالي وجود قوة فاعلة، ومعلوم أن الحركتين هي أكثر قوات عددا وأكثر تأثيرا على المشهد العسكري قبل التوقيع على اتفاق السلام وما إلى ذلك. فبالتالي ربما السيد محمد حمدان دقلو يذهب إلى جوبا لكي يفتح مسارات جديدة حتى يكون هنالك منبر جديد أو الالتحاق باتفاقية جوبا للسلام من قبل الذين لم يوقعوا على الاتفاق أو الممانعين كالسيد عبد العزيز الحلو. ولاحظنا أن بالأمس القريب كانت هنالك تصريحات له، تصريحات إيجابية بها الجانب من المرونة، حيث تحدث بأن هذه الاتفاقية والاتفاق الإطاري هو به أمل كبير لإنهاء الانقلاب وتشكيل مشهد سياسي جديد، إلى حد ما أيضا يعمل أنه يتوصل إلى تفاهمات مع السيد عبد الواحد محمد أحمد النور. وهذا الأمل يأتي من خلال أنه عبد الواحد يزعى في كثير من أطروحات السياسية لإنشاء حوار سوداني، وعدم التوقيع على الاتفاق النهائي، وكذلك طرح مسائل أو قضايا خمسة كقضية مراجعة اتفاق السلام وقضية شرق السودان وإصلاح المؤسسات العسكرية
وكذلك تفويت نظام 30 مليون وغيرها من هذه القضايا المطروحة ربما تكون هي مدخل لحوار سوداني سوداني. بالإضافة إلى ذلك هناك جزئية أيضا ربما تكون من أجندة محمد حمدان دبلو في جوبا، وهي أيضا محاولة تقريب وجهات النظر بين أطراف الأزمة في جنوب السودان. جنوب السودان أيضا يشهد أزمة حقيقية، يبان تراجع الحالة الصحية للرئيس الفاخر نيادة، والمشهد ملتهب تماما. الحديث على أن الانتخابات على الأبواب، هنالك انقسام في الحركة الشعبية الحاكمة، هنالك منافسة شرسة من قبل الحركة الشعبية بقيادة رياض مشار، الحركة الشعبية التغيير الديمقراطي بقيادة لاماكول وغيرها. فالزيارة ذات أجندة مهمة جدا، أجندة أمنية سياسية في المقام الأول، وربما على هامش هذه الأجندة تكون هنالك أجندة اقتصادية أو ما إلى ذلك. نعم، شكرا جزيلا لك الدكتور محمد ترشين الباحث والمحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف. استمعت لهذه الإفادة من الدكتور ترشين. إذا أردنا أن نعود للحديث حول هل يقتنع عبد الواحد نور وعبد العزيز الحلو بالانضمام الى هذا الاتفاق لا الإيطالي؟ طبعا 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 بالتاكيد لا، يعني 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 عبد العزيز الحلو عبد الواحد يعني دي مرحله طويله، يعني عبد العزيز الحلو عبد الواحد لازم يوقع على اتفاق سلام اولا يعني قبل الانضمام للاتفاق الايطالي، ودي مرحله مختلفه. يعني يعني عبد الواحد جالس في دارفور عايز يعملوا معاه اتفاق لوحده، اتفاق فيه اقتسام السلطه، عايز فيه ترتيبات امنيه جديده، عايز يضمن موقعه في السلطه وين، عايز يحقق مكاسب كبيره، فضلا عن انه حتى الان عبد الواحد غير مقتنع باي سلام مع سلطه انتقاليه موجوده الان، هو لن يوقع اتفاق مع سلطه انتقاليه. طيب اثنين، ما في حكومه نفسها، يعني ما في حكومه موجوده الان عشان عبد الواحد محمد نور او غيره يجي يوقع مع اتفاق. كذلك برضو عبد العزيز الحلو، العزيز الحلو يعني ما وقع اتفاق ولا انضم لاتفاقية السلام جوا، هل حيجي وقع الاتفاق إطاري لشراكة في إدارة فترة انتقالية مدتها عام ولا عامين أو أقل من ذلك؟ فذلك ده موضوع مستبعد. الكلام ذكره تورشين والكلام ذكرته أنا قبل قليل هو ماشي في الاتجاه الصحيح، إنه الظروف التي تكتنف الأوضاع في البلدين هي ظروف يعني ملحة جدا وتقتضي يعني سرعة التشاور، حتى كل عاصمة من العاصمتين تحاول أن تتدخل للجنة العاصمة الأخرى. لكن في ملف آخر ربما أنا يعني عندي إحساس إنه ربما يكون واحد من موضوعات الزيارة الوضع في أفريقيا الوسطى. وضع في أفريقيا الوسطى يعني بالغ التعقيد، والآن في إرهاصات إنه يمكن أن تتجدد الحرب هناك، وتوجد بعض الحشود العسكرية من هنا وهناك ومن داخل شاد، في حركة الآن إقليمية ودولية ضد وجود فاغنر في أفريقيا الوسطى، حركة سيليكا بدأت تنشط في مناطق الشمال الشرقي في أفريقيا الوسطى، وطبعا في حدود مشتركة بين الثلاثة دول يعني. ولطالما كانت هنالك تحركات يعني في الفترة الماضية وتبادل معلومات بين السودان وجنوب السودان حول هذا الأمور، برغم أن جنوب السودان لم يستطع أن يتدخل بشكل مباشر، لكن في بعض المجموعات يعني مرات تتجاوز تدخل إلى حدود جنوب السودان، وهنالك مجموعات تدخل حتى تذهب إلى يوغندا. فدي كلها قضايا أنا أعتقد بتكون واحدة من الموضوعات التي يمكن أن تكون طرحت في مباحثات ذات طبيعة أمنية واستخبارية بهذا المستوى. فشوف كل ما يدور الآن في جنوب السودان، وزي ما ذكر تورين في شغلات في الحركة الشعبية، في تأهب يعني اندلاع حرب جديدة. هذه الحرب إذا اندلعت مرة أخرى في جنوب السودان سيكون للاستوائيين دور كبير. فالاستوائيين دائما كل معاركهم بتكون عندها علاقة بمناطق الجوار، سواء كان يوغندا أو الآن الحدود الرخوة جدا، البطن الرخوة الآن لجنوب السودان هو الحدود مع أفريقيا الوسطى، لأنه لا توجد دولة في أفريقيا الوسطى مسيطرة على الحدود، فيعني الحدود مفتوحة، حدود مستباحة من الطرفين، فيمكن أن تشكل غلق أمني كبير لجنوب السودان وللسودان نفسه أيضا في هذه الحالة. نعم أستاذ صادق، يعني في الحديث عن هذا القلق الأمني، لا تزال الأوضاع الأمنية
يعني في حالة توتر ربما وفي حالة مشكلات، وأنت أشرت إلى هذا الأمر في دارفور تحديدا، وأنت والنيالة يعني والدارفور، وتعلم كل هذه التفاصيل. إذا أردنا أن نقرأ هذه الأزمة الآن في أو استمرار هذه الأزمة في دارفور، في منطقة يعني في ولاية جنوب دارفور بشكل خاص في محلية بليه. طيب، يعني كل الأزمات اللي بتحدث في دارفور هي ضعف السلطة الولائية الموجودة وضعف السلطة المحلية الموجودة، إنه بعرف على مستوى الإقليم، لأنه كان من الأخطاء الكبيرة إنك أنت تعمل لك مستوى رابع في الدولة، يعني كان في الحكومة الاتحادية الحكم الولائي الحكم المحلي، عملت مستوى رابع، هذا المستوى الرابع لم يستطع أن يملأ الفراغ لا سياسيا ولا أمنيا، لأنه ما معروف حدود الصلاحيات والتداخل ما بين السلطة الإقليمية والسلطة الولائية وكيفية استخدام العمليات للقوات الموجودة سواء كان الجيش ولا الشرطة ولا الدعم السريع أو غيره. طيب، المنطقة يعني شرق نيال، منطقة يعني محلية بليل، فيها تداخل كبير جدا، يعني تداخل غبلي كبير بين عدة مجموعات، والغريب أنه هذه المنطقة حتى في فترات الحرب يعني بتحدث فيها حوادث لكن ليست بهذا المستوى، ولأنه القبائل كانت متعايشة في سلام. طيب، في عاملين أساسيين يعني أدوا يعني هذه الأحداث، يعني ده هذا البعد البشع. أولا يعني تزايد حركة يعني النزوح التامة ومعسكر كلمة ونشاط حركة عبد الواحد هناك أفرز إفرازات مختلفة في هذه المنطقة، وبقت في بؤرة لبعض المجموعات المتفلتة وبعض العصابات هناك. كذلك الصراع الغبلي الموجود في هذه المنطقة تداخلاته، كثير برضو من المتفلتين من القبائل الموجودين في هذه المنطقة، وكثير من مشاعر التحشيد والكراهية الموجودة في هذه المنطقة أدت إلى هذه الأحداث. لكن السبب الرئيسي إنه زمان كان توجد على الأقل يعني ما يشبه الإزارة المبكر في هذه الحالات، لأنه كان زمان في وجود أجهزة أمنية قوية، كان توجد هيئة عمليات عندها انتشار قوات المسلحة، قوات الدعم السريع نفسها في ذاك الوقت، قوات الشرطة، كان في وجود للدولة السودانية في هذه المناطق، وكانت بتتوفر معلومات كبيرة، وكان في حسم فوري بتم للمتفلتين، وكانت توجد سلطة في المحلية. الآن محلية ما فيها معتمد، وأنا أشك أنه يكون في لجنة أمن في محلية بليل، لا توجد. ومحلية نيالة الآن تدار بوالي مكلف، وهو يعني لا والي سياسي ولا عنده بعد أمني، يعني مجرد كان أمين عام حكومة أفتكر في المرحلة الماضية، يعني ما عنده كامل الأهلية أنه يسيطر على هذه الأوضاع ويتعامل مع هذه الأوضاع. غياب السياسة، يعني أنا بتكلم عن غياب السياسة ضروري الآن، يعني كيف يتم اتخاذ القرار؟ ما هو العمل السياسي المتخذ والعمل الأهلي المتخذ أنه الولاية كلها تتحرك سياسيا والمجتمع كلها تتحرك مع بعض؟ يعني المنظومة الكاملة للتحرك ما موجودة الآن، كلها جزر معزولة، حكومة الولاية حكومة يعني ضعيفة، مدراء عامين أو مدراء عامين مكلفين كوزراء، أو ما حكومة مكتملة، لجنة أمن ضعيفة، يعني ما عندها خبرة بالمعنى بتاع الخبرة، ما في تنظيمات سياسية فاعلة، في حالة بتاعت سيولة كاملة في الولاية. ذلك الأحداث استمرت، الإدارات الأهلية أصبحت مقسمة الانتماءات والولاءات، لأنه ما في سلطة تستطيع أن تجمع الإدارات الأهلية، فلذلك التشظي الاجتماعي الحاصل في المنطقة تبعه طوالي نفور القبائل من بعضها. ويعني أنت لاحظ الآن صوت العقل الكان، يعني إذا حدثت مشكلة بين الداجو والفور أو الداجو والعرب أو الفلات أو العرب، تتحرك القبائل الأخرى وتعمل وساطات سريعة عشان تحتوي قبائل المنطقة. الآن انفجرت الأوضاع بالكامل، يعني أنا ما سمعت صوت عاقل الآن يتدخل، أو صوت من قبيلة يتدخل، أو إدارات أهلية وزعمات أهلية تتدخل، لأنه لا توجد سلطة تستطيع أن تحرك كل هذه المكونات وكل هذه الأدوات. فأنا أعتقد أنه دي صورة مصغرة لما يحدث. اثنين، المواطن نفسه شاعر أنه لا توجد سلطة في الولاية، كذلك لا توجد سلطة في الإقليم، وقطعا لا توجد اهتمام كبير، لأنه الخرطوم السلطة الاتحادية ما
مشغولة بالاتفاق الإطاري، من الذي وقع؟ لا أحد الآن يهتم بهذه الأرواح التي راحت ضحية هذا الصراع. اثنين، يعني ان احنا شهدنا في 2016 2017 يعني كان في مجهودات كبيره بذلت لجمع السلاح. الان السلاح انتشر بصوره يعني اكبر من السابق، ولذلك المواطن اصبح لا يتورع في ذلك. وعدم حسم الدوله للصراعات التي حدثت، ما المواطن هناك في دارفور واسعه وشايف الذي حدث في غرب دارفور، شايف الذي بيحدث في شمال دارفور، في وسط دارفور. فالقبائل كلها تسلحت، وأي مجموعة عندما تشعر أن الدولة ضعيفة لا تستطيع أن تفعل شيئا، يعني تلجأ القبيلة أو المجموعات العشائر والمجموعات القبلية أو المتفلتين أو العصابات، إنه يأمنوا أنفسهم أكثر باقتناء سلاح أكثر وبمحاولة إضعاف عدوهم المحتمل أكثر. فهذه المنطقة منطقة منطقة هشة للغاية وحساسة للغاية، لأنها منطقة تداخل كبير، وهي من أقدم طبعا مناطق دارفور. كان فيها سلطنة الدجة، واحدة من أقدم السلطنات في دارفور. توجد قبائل كثيرة متساكنة في هذه المنطقة وعندها أبعاد مختلفة. مدينة نيالا نفسها القريبة دي ثاني مدينة بعد الخرطوم، بعد العاصمة. الكثافة السكانية في المدينة أكثر من 4 مليون الآن، وأرياف نيالا كلها أرياف منتجة، مناطق زراعية، مناطق ثروة حيوانية، قوة موارد بشرية ضخمة جدا، كلها الآن ستتعطل وسيتعطل طبعا. يعني ده معبر من معابر الخرطوم، نقل البري، وكذلك منطقة بليل هي منطقة السكة حديد. يعني ممكن هذه الصراعات تؤثر في النشاط الاقتصادي والتجاري، وممكن تأثر على واردات نيالا، وممكن تقطع الطريق بين نيالا والضعين ونيالا وبورام ونيالا والفاشر. يعني ممكن هذه الصراعات تمتد شمالا تقطع الطريق مع الفاشر، وممكن تمتد إلى الشرق مع الضعين وإلى بقية أجزاء السودان الأخرى. فذلك هذه منطقة مفصلية ومنطقة خطيرة جدا يجب أن تحتوى. طيب إذا الصراعات دي يعني تفاقمت أكثر وأصبحت منطقة كلمة واحدة من أهداف هذه الصراعات، يعني حيكون في أعداد مهولة من الضحايا، لأنه معسكر كلمة فيه آلاف النازحين. هم تقريبا استوطنوا يعني من 2003 هم مقيمين في هذا المعسكر، والخدمات اللي كان بيقدمها المنظمات واللي كلها توقفت الآن. ما في مساعدات إنسانية بالشكل اللي كان موجود في السابق، ما في إحساس بالأمان كما كان موجود في السابق. فلذلك شوف حجم الضحايا إذا معسكر كلمة صار واحد من المناطق المتأثرة بهذا النزاع. وأنا حتى الآن لا أرى أن الدولة تحركت بما ينبغي، ولا حسن أن السلطة الولائية اتخذت من التدابير والإجراءات بما يحفظ أرواح المواطنين ويضع حد لهذا الصراع. نعم، أنت أشرت إلى موضوع يعني في غاية الأهمية، وهو موضوع المساعدات الإنسانية لهؤلاء النازحين وهؤلاء المحتاجين. يعني هنالك تصريح لليونيتام ستتحدث فيه وتطالب السلطات باتخاذ تدابير إضافية من أجل حماية المدنيين، وقالت إن مطالبة السلطات بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية من جزئية البيان الذي صدر عن اليونيتامس. هل فعلا السلطات تعرقل وصول هذه المساعدات؟ لا أعتقد، يعني هو يعني السلطات لا توجد سلطات فعلية، يعني بمعنى السلطات يعني إن السلطات قابضة وأجهزة أمنية وأجهزة يعني عسكرية تسيطر على أوضاع وتمنع. لا يعني لا أعتقد ذلك، ولا اعتقد ان هنالك في مساعدات انسانيه بالمعنى اللي بتكلم عنه بعثه الامم المتحده. بالفعل هذه المنطقه محتاجه لمساعدات، لكن انا ما اعرف يعني ما عندي معلومات الان هل الامم المتحده لديها مساعدات انسانيه، لديها مواد غذائيه، لانه توقفت هذه الامور من فتره طويله. بالامس كان معنا عبر الهاتف احد الزملاء من هنالك، وتحدث انه لا وجود للمنظمات طبعا، لا يعني وجود كلها حتى كلها خرجت الرسمية. يعني كلها خرجت، وأنا أعتقد أنه حيتم توظيف سياسي لهذه الأحداث من جانب بعثة الأمم المتحدة حتى تظهر ضعف الدولة السودانية في حماية مواطنيها، وده أنا شايفه أخطر ما في هذا الإجراء. إما الدولة بعجزها وإنها ما قادرة تفرض هيبتها وسلطانها، إما أنه تكون في أطراف كثيرة متواطئة في هذه الأمور ومتورطة في حركات ايضا غير موقعه زي حركه عبد الواحد متورطه في هذه الاحداث عشان تقود الامور الى نقطه اللا عوده،
وتتخذ الأمم المتحدة إجراءات. ربما بعثة الأمم المتحدة تحاول تخلق مزيد من التصعيد ومزيد من التعقيد في هذا الملف حتى يقود ذلك إلى اتخاذ إجراءات أممية بشأن الأوضاع في دارفور. نعم أستاذ صادق، يعني السؤال ربما الذي يتبادر الآن إلى ذهن المشاهدين جميعا، يعني ما الذي تحتاجه دارفور لتتعافى؟ طيب دارفور عندها عدة نقاط للتعافي. يعني الناس كانوا اعتقدوا أنه بعد توقيع اتفاق السلام في جوبا أنه تتم الإجراءات المتعلقة بالتدابير الترتيبات الأمنية ويتم تسريح هذا العدد المهول من المسلحين من القوات وتسيطر القوات النظامية بالكامل على الأوضاع وتستمر في فرض هيبة وسلطان الدولة وتستمر في نزع السلاح من المواطنين وتكون في برامج حقيقية للتنمية وفي برامج حقيقية للتعافي. خاصة التعافي ده عنده عدة مراحل، وإنها تستمر عملية التصالح بين المجموعات والتصالح بين القبائل. ده كله عجزت عنه الدولة في إنها توفر مناخ ملائم لدارفور إنها ترجع كما كانت. الشيء الثاني، أنا يعني كثير في هذا البرنامج أشرت إنه يعني قيام منظومة الدولة من ناحية الإدارية فقط، يعني إنه إذا أنت عملت اتفاق سلام وجيت عملت مستوى بتاع الإقليم، من الأفضل إنك تعضد وتمتن ركائز الحكم في دارفور، إنه تكون في ولايات حقيقية، في حكومات في الولايات، في معتمدين أو محافظين في المحليات الإداريات المختلفة، تعوض أهل دارفور ما فات في أوقات الحرب بمزيد من الخدمات ومزيد من الدعم، حتى دارفور تستطيع أنها تمضي لقدام. لكن كل هذه الأمور تراجعت أكثر مما كان في زمن الحرب. دارفور كانت في أيام الإنقاذ أكثر أمنا من الآن. الآن كل منطقة في دارفور كل يوم يومين ثلاثة تجد نزاع. كذلك يعني الجعجع في الخرطوم من القوى السياسية والأحزاب غير موجودة، خاصة في الفترة بتاعت حكومتي حمدوك، يعني الفترة اللي سيطرت فيها ما يسمى بقوى إعلان الحرية والتغيير، إنهم ما عندهم وجود في دارفور. فلذلك ساهموا فيه بحكوماتهم اللي كانوا بعض الولايات جابوهم، ساهموا في تغذية روح العداء بين المجموعات القبلية الموجودة، لأنه هم لما جو والولايات بتاع قحط الجو مجموعات قحط البسيطة اللي ما عندها وزن لما جات شعروا أن المجتمع كله ضدهم، وخاصة زعماء القبائل وأعيان البلاد. فلذلك عملوا على تفتيت وحدة أهل دارفور. فالآن أهل دارفور محتاجين إلى وحدة من جديد، إلى زرع الثقة من جديد بين أهل دارفور. لكن كلمة السر الرئيسية في هذه الأمور هو إعادة هيبة الدولة وإعادة سلطان الدولة وفرض هذا السلطان بقوة القوات النظامية الموجودة، والعمل بأي شكل من الأشكال على حسم المتفلتين وجمع السلاح من أيدي المواطنين والإسراع في الترتيبات الأمنية حتى لا يكون أي عنصر موجود مسلح في دارفور يتبع فقط للقوات النظامية. هو ده الحل المطلوب الآن في دارفور. الشيء الثاني إنه يعني اتفاق جوبا للسلام المزعوم يعني أعطى أهل دارفور أمل زائف إنه حتكون في كل سنة حيكون في 57 مليون دولار وفي مشروعات للتنمية وفي دعم جاي. الآن الحياة في دارفور لا تطاق. الآن ما في مشروع تنمية، الآن في بطالة، الآن تعليم صفر في دارفور، الآن عدد الأطفال الغير ما لاقين فرص للتعليم وما في مدارس والتعليم متوقف والعطالة والذين تسربوا والفاقد التربية، يعني عدد كبير، ودارفور فيها نسبة كبيرة من السكان يعني تجاوزت 8 مليون نسمة في دارفور. الآن في دارفور لا يوجد مشروع للتنمية، لا توجد خدمات، لا توجد مؤسسات للحكم، لا توجد وظائف، يعني كل الكم الهائل من الشباب الموجود في دارفور وسيلتهم للعيش هي حمل السلاح والنهب والسلب الذي يمارس. فدي مشكلة كبيرة الآن. فأنا أعتقد أنه فشل الدولة في أن تنفذ حتى الاتفاق
وقعته في جوبا والذي قاد إلى هذه الأمور. نعم، في دقيقة قبل أن نغادر، إذا أردنا أن نجاوب على عنوان حلقة اليوم، هل تعثر هذا الاتفاق أم أنه لن يتم؟ والله شوف، الاتفاق مش تعثر فقط، إنه أين المواطن السوداني من هذا الاتفاق؟ يعني لا المواطن مشغل بهذا الاتفاق ولا الاتفاق اهتم بالمواطن السوداني. نعم، شكرا جزيلا للوصف. شكرا جزيلا بهذا مشاهدينا الكرام في كل مكان، أكون قد وصلت إياكم إلى نهاية هذه الحلقة من المشهد السوداني. إلى جديد الملتقى، أرجو أن تتقبلوا تحياتي والفريق العامل، ولا يفوتني أن أشكر ضيفي داخل الاستوديو الأستاذ صالح الزيقي. إلى اللقاء. شكرا جزيلا.